إننا مكلومون اليوم، تتفطر قلوبنا حزنا وتفيض عيوننا دمعة، فالراحل اليوم هو قائدنا الذي قادنا إلى بناء الكويت وحمايتها. الراحل اليوم هو أبونا الذي نشر مظلة حنانه وفيض محبته على كل كويتي. الراحل اليوم هو معلمنا الذي تهجأنا في مدرسته حروف بناء الكويت، حروف وحدة الكويت، حروف وئام مجتمعها، حروف استحضار تاريخها العظيم وحمله زاد الحاضر والمستقبل. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل المسمى، والشعب الكويتي أشقاءهم وأصدقاءهم في كل مكان، جميعهم اليوم صابرون محتسبون راضون بإرادة الله تعالى، الذي يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. شوارع الكويت حزينة، وقلوب أهل الكويت ملأى بالحزن، والشعب مكلوم لا يستطيع حتى أن يعطيك قبلة.